صباح الخير لكم مشاهدينا. 3 ب 3 ايلول، انا امبارح بلشت احضر الفورنيتور للاولاد، الكتب للاولاد، الطقس بلش يصير طقس مدرسه. شو هالقصه هيدي؟ اليوم ليه دغري من بعد نص اب بيتغير الطقس كله؟ بونجور فادي. بونجور، صباح الخير لكل المشاهدين اللي عم يحضرونا بلبنان بكل انحاء العالم، تحيه لكل الاشخاص يلي بعدهم بلبنان المغتربين، وتحيه لكل الاشخاص يلي رجعوا على اشغالهم واعمالهم بها البلدين مفرقين بكل انحاء العالم. نحن بنوجه لهم تحيه، بنفرح كثير لما بيقولوا لنا نحن بنحضر الام تي في لنحس حالنا بلبنان، خصوصي الايف الصبح. هيدا عن جد شيء كثير بيفرح لنا قلبنا فعلا. فادي شو المدرسه؟ قريب كثير. قريب كثير قريب. نكست ويك يعني هالقد قريب. امبارح كثير استفدنا لك انا وامين. خبروني. ايه، وخصوصا بقصص هيك الحب الاول مع انه حكينا والمراهقه. ما خبرني شيء تفاصيل. بخبي. ايه. ومش عارف اني رح افضح اليوم انا على الهوا فضيحه كبيره. فادي ايش عنا اليوم؟ اخبار اليوم كثير متنوعه. إذا بدك بتتعلق بالصحة، عم نحكي أكثر شيء عن أمراض القلب وشو الطرق، في عدة طرق كيف نعالج هالأمراض أكيد ثرو ذا تكنولوجي مع ال 3D printing، وين قد إيه تقدمنا بها 3D printing. فأول خبرين هني بس عن ميديكال، عن القلب، وأشياء بتعطينا إيجابية كتير. ماكسيموم. وأكيد رح تكون هيك مرافقني شوي اليوم ببعض الفقرات. منبلش أنا وياك بي أب تو ديت، نعطي آخر أخبار الساعة من لبنان ومن العالم. خليك خبر بيصير كل الناس وبيعطيهم أمل وهيك إيجابية اليوم وكل يوم. أكد بحث جديد بأنه المتفائلين عندهم فرصة ببلوغ سن 85 وتجاوزها، واستخدم فريق البحث من جامعة بوسطن طرق مبتكرة لقياس هيدا. حبيت العمر ال 85. عم نقول إن شاء الله كنا بعدنا عم نحكي قد إيه فينا نضل على هون. 100% بس خليكي متفائلة مثل ما عم بيقولوا لك. إن شاء الله خير. واستخدم فريق البحث من جامعة بوسطن طرق مبتكرة لقياس تأثير التفاؤل على طول العمر، خصوصاً بأنه الدراسات السابقة ركزت على علاقة السن بالكيمياء الحيوية للجسم وتأثير الأمراض المزمنة. اعتمدت الدراسة على البيانات الصحية يلي تضمنتها دراستين سابقتين، الأولى شملت 69 ألف ممرضة والثانية شملت 1429 من قدامى المحاربين، وتم حساب تأثير التغذية، التدخين، تعاطي الكحول وعوامل صحية أخرى. وبتمتاز بيانات الدراستين المشار إليهم بأنه ضمنوا فترة متابعة استمرت 10 سنين للأولى و30 سنة للثانية، تم فيهم استطلاع المشاركين وتحديث المعلومات الصحية الخاصة فيهم. توصل فريق البحث إلى أنه أصحاب أعلى معدل من التفاؤل بيزداد لديهم احتمال بلوغ 85 وتجاوزها بنسبة بتتراوح بين 50 و70%. وأظهرت بيانات الدراسة يلي شملت مشاركين من الرجال بأنه 15% من أصحاب أعلى نسبة من التفاؤل بعيشوا أطول من أصحاب أقل نسبة من التفاؤل. وفسر فريق البحث تأثير التفاؤل على طول العمر بأنه بيعطي فرصة أفضل للإنسان لتجاوز الضغوط وتوترات الحياة ومصاعبها، كما أنه التفاؤل بيوفر بكثير من الأحيان دعم لسلوكيات صحية مثل الامتناع عن التدخين واتباع تغذية ونمط حياة صحي. من شان هيك فادي رح يعيش 100 سنة. أولي اهم شيء التدخين، اهم شيء واحد ما يدخن. والله كان اهم شيء واحد يدخن. لا بالعكس. اوكي، هدول من اكثر شيء معرض الانسان انه يمرض من وراه. والله يا فادي انا ملاقيه انه معهم حق، اهم شيء الواحد يكب ورا ظهره ويقفي ويكفي مثل ما بيقول المثل. بمحل من المحلات. ما في شيء محرز. رح نروح على امريكا تنقول، بتعرفي جامعات امريكا، في عندك جامعات كثير مهمه وهي موجوده بامريكا، بس في تقرير حديث بيقول انه جامعه هارفارد الامريكيه تملك اموال من الهبات تفوق ثروتها 109 دول مجتمعين، وهي ليست الجامعه الوحيده اللي عندها اموال اكثر من معظم دول العالم. تخيل انه جامعه عندها
مصاري اكثر، وهذا كله اكيد في 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 احصائيات انعملت، تقرير لشبكه ار تي، واعتبر التقرير انه حجم ثوره هارفرد بيكشف عن تورط النظام التعليمي بامريكا. ليه؟ لانه هدول هبات. قارنت الدراسه الاموال التي بلغت قيمتها عده مليارات من الهبات الامريكيه، كل اذا بدك اللي كثير معهم مصاري بحطوا اولادهم تنعتبر بهارفرد او بهالجامعات اللي هلا عددها، وبيعطوا هبات للجامعه، وهالهبات معناتها بيعطوا حظ للي اقل، يعني هيك اقل ثروه انه يمكن يتعلموا. ما بعتقد لانه هن من اغلى جامعات حتى. انه ايه، بس انه اذا في يعني بيكون في مثل المساعدات الاجتماعية. هي المساعدة دونيشن للجامعة. نشوفها كيف اني تتوزع 100%. واكيد في عدة جامعات اخرى، عم نحكي عن القائمة بتضم 5 جامعات في قمة الجامعات الحاصلات على اعلى الهبات بالعالم، بما في ذلك جامعة برينستون، ستانفورد، ييل، وتكساس، اللي تفوقت على اكثر من نصف اقتصادات العالم البالغ عددها 195 اقتصاد. مش قليل. يعني هالخمس جامعات عندهم اقتصاد اهم من دول العالم. وتاتي هارفرد اكيد بالصداره القائمه من الهبات والتبرعات الضخمه اللي بلغت 38.3 مليار دولار. اسمعها الخبر فادي، متابعين مع إيجابية رائعة حصلت. رح بتصير الطفلة البريطانية دايزي ماي ديمتري أول طفلة مبتورة الساقين، بتصير على مسرح عرض الأزياء بأسبوع الموضة بنيويورك بالولايات المتحدة. اختارت إحدى شركات الأزياء الشهيرة الطفلة دايزي ماي اللي عمرها 9 سنوات من برمنغهام لحتى تظهر بعرض للأزياء الخاص فيها، من بعد ما أنه شافتها الشركة وهي عم تعرض أزياء بلندن. ورح بتكون دايزي ماي أول طفلة مبتورة الساقين بالكامل بتصير بعرض رسمي بنيويورك على الكات ووك. وقال أليكس ديمتري والد الطفلة بأنه بدها تمهد الطريق أمام كل يلي فقدوا استيقانهم لدخول هالمجال. وولدت الطفلة وهي بتعاني من مرض بيسبب فقدان العظم من الساق، هيدا الشيء أدى لبتر جريه. وقال والدها بأنه بتشتغل حالياً للترويج لمنتجات شركات كبرى للألبسة الرياضية، وتم اختيارها للفوز بجائزة أطفال الشجاعة ببلدتها. ورح بتشارك دايزي ماي بعرض الأزياء اللي رح يقام ب 8 أيلول بأسبوع الموضة بنيويورك. وقال السيد ديمتري بأنه بيشوف بأنه بنته رح بتصنع التاريخ نوعاً ما بشجاعتها، وأعرب عن أمله بأنه تشجع أمثالها من مبتوري الأطراف على تخطي كل الصعوبات وتحقيق أحلامهم. تحية عن جد لها، تحية لكل شخص عم بيحارب وعم يتحدى وعم بيقدر يتخطى كل هالصعوبات. هذا التفاؤل positive thinking فعلا رائعة. في اعصار كثير كبير هلا عم يضرب بالبهاماس، هو رح يكون ثاني اقوى اعصير الاطلسي. تخيل هلا بعتقد هي هلا وقتهم بهالفتره من السنه. ضرب الاعصار دوريان جزر البهاماس بعد ما اصبح اقوى ثاني اقوى اعصار المسجله. اكزاكتلي. واقترب اكثر من الولايات المتحده، حيث جرى اخلاء بعض المناطق من ولايه فلوريدا، بينما تتاهب ولايتي جورجيا ونورث اند ساوث كارولينا لاستقبال رياح عاتيه وامطار غزيره. قال المركز الوطني الامريكي للاعصار ان دوريان وصل الاحد الى اليابسه في جزر البهاماس كاعصار من الفئه الخامسه، مصحوب برياح بلغت سرعتها شوف قديش 295 كيلومتر بالساعه. زوابع اكيد تجاوز سرعتها 354 كيلومتر بالساعه. تاهب الملايين بولايتي فلوريدا ونورث كارولينا للاعصار، بينما ما بيعرف بعد اذا رح يضرب الاراضي الامريكيه او رح ينحرف شمالا باتجاه المحيط الاطلسي. هي هذه المشكله. قال المركز الوطني للاعاصير بميامي انه حتى اذا مر هذا الاعصار مرور عابر بولايه فلوريدا رح يكون مصحوب بامطار اكيد غزيره ورياح مدمره، ووصوله الى اليابسه بفلوريدا بعد مرجح كثير انه يوصل. فادي تأس اليوم بحب اقول لك انه شوي غائم مع شويه انخفاض بدرجه، اصلا انا اعطيتكم تأس الصبح قبل يمكن. ما هو هيك هيك فادي رح اشوفك بعد شوي، رح ناخذ وقفه صغيره نتابع مع اوتو فوكس وبنرجع.